اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي نشوفوا فيه واحد اللايف ديال واحد السعوديين صراحه اللي مطلعينها على الكراغله. طلع معهم واحد الكرغولي وهما كانوا حاطين الموضوع ديال القمه العربيه في جده وكيتسائلوا اسمه هو السبب علاش ما جاش الرئيس الجزائري سيتبون وحضر في هذه القمه. كيف ما كتعرفوا الكراغله دائما كيطلعوا مفرعنين وكيبغيو يحطوا زعما شي مداخله ديالهم ولكن ما كيعرفوش مع من. طاحوا في هاد السعوديين صراحه اللي طلعوا عليه من المزيان حتى رجع هرب من المباشر. خوتي العزاز، ما ندخلش معكم في التفاصيل، غادي نخليكم تموتوا بالضحك وتفرجوا وتحكموا وتعطيوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات. ما تبخلوش علينا خوتي العزاز بلايك، لان اللايك ديالكم هي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه وجميع العرب في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. يا هندي اسمع يا كرغولي، يا ابن الفرنسيه، دقيقه يا ابن الفرنسيه، عشان اعرفك اصلا مالك دور نهائيا. كيف تدخل في يا منبطح امريكا؟ لا تستعمل هذا الالفاظ. اسمع يا ابن يا كرغولي، اسمع سكتوا، نزل يقاطع هذا، نزل يا اولاد يا كرغولي، يا اكتمي يا نزل هذا يقاطع واجب. يا ابن الفرنسي انت ما تفهمون، ابغى يسب انا بس. بس دقيقة، بس خلني ارد عليه. انا بخلافهم بس صارم يعني. ماذا فعلت للسوريين في الداخل السوري وفي لبنان وفي الاردن لكي تناقش قضيتهم يا كرغولي؟ بس جواب بسيط، اريد ان كرغولي يجي يقول والله انا لي تدخل في الشأن وفعلت وفعلت. هل لديك لاجئين يا كرغولي في الجزائر بعدد ملايين؟ هل لك تدخل يا كرغولي؟ هل لديه تدخل في جيرانه؟ يعني ليبيا جنبهم 2011، ليبيا كرغولي جنبك تركيا ارسلت الجيوش وتدخلت في ليبيا، ما سوت شيء يا كرغولي. جاي تتدخل في شأن في سوريا ابعد من جارك الليبي يا اخي. انظر لجارك اللي جنبك اللي تألم يا كرغولي. انظر الى جارك الذي يتألم من الاتراك بجانبك يا كرغولي. اترك سوريا اللي بعدك بينك وبينها بحار ودول يا اخي. ناقرة والمغرب على صحراء جرداء يبغون يخلونها دولة، بس كذا عباط يا رجال. انا من شفت رئيسهم كان طاير اللقلق وانا غاسل يدي، هات تشوف شكله. لو سمحت يا صارم لا تغلل من فخامة الرئيس تبون، فانا احبه جدا واحترمه. والله من جد كان طاير اللقلق يا ولد. ما لو سمحت للجنرال تبون لا تغلط. انت اذا ما رايته وانت ما شفته متفسل وهو يمشي على الاربع، لا تغلل. بعدين على الموضوع يا اخوان، دقيقه، فخامه الرئيس المعظم الطاير اللقلق. والله يا جماعه انتم ديمقراطيين دائما تطلعون جزائريين بس ما يعرفون يجاوبون يا اخي. لا لازم يلف كذا، هو لازم يلف كذا من ورا يعني. يجيب طاري لا يجاوب يعني، طلع قال قضية الفلسطينية والقضية المد. احنا السؤال لا يخص فلسطين ولا يخص اي احد يعني. بس دقيقة يا سعدان، بس انا الان بس ببين للكراغي لان مكة المكرمة لا توجد في صحراء الجزائر، وانا الان ذاهب لتصويرها. يعني كراغلة في حساباتهم يقولون ان مكة المكرمة في صحراء الجزائر وقبر الرسول في وهران. أنا الآن يا كراغلي كي تتعلمون الدين، مكة المكرمة موجودة في الحجاز في السعودية، وأنا شوي بصورها لكم عشان تعرفون يا كراغلي. نفس الكعبة اللي في طهران ولا غيرها؟ هم سووا، لا هم يقولون أصلا الكعبة الأصلية يعني. في طيب شفتها، قالوا هذه اللوحة، هذه هي اللوحة مكة المكرمة للمسلمين فقط. هنا يا كراغلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير يا بن نجد في هذه المعلومة، عشان توضيح مهم جدا. لا أحد يحييكم بتحية الإسلام، يعني يمكن ترد هذا من الأدب يعني ومن كلام الإسلام. ما سمعناك، تفضل أعدها، ما سمعناك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. تريد جواب على السؤال بس ولا نتعمق؟ لا أنا أريد السؤال إجابة بعدين يأتي التعمق. الإجابة وفد الجزائر لم يحضر الرئيس تبون بسبب حضور زيلينسكي. ولو يعني ما عندك اطلاع على الموضوع في الأول وفي الآخر، لماذا لم يوضح يعني؟ لماذا لم يوضح؟ طيب لا، في نحن عندنا في الصحف، وانت ارجع للمؤتمر القمة العربية اللي سووه اليوم. يمكن انتم ما... دقيقة خليني اكمل، ما تقطع علي بالله، عشان نلتزم بأدب الحوار. بالله اعطوني ذا خليني اشوف.
انت قلت لي جاوب على السؤال اكمل وانت صاحب اوامر من السياده، يعني اوامر من السياده لا صحيح؟ ما في اوامر. طيب مين اسياد ايش مثلا؟ دخل عشان زلزال؟ ايش دخله في زلزال؟ ايش دخله هو؟ ايش دخله يعني؟ ضيف شرف للملك مو دقيقه دقيقه كلمه. ترى الجزائر من مؤسسي حزب حركة الحريات الديمقراطية، يمكن أنت ما تعرف، ترجع للتاريخ. وحضرت الرئيس سلمان، عشان أنا ما أقلل من احترام الناس، الملك سلمان، احترام الملك سلمان، ما أقلل من ما عندنا، ما عندنا رئيس يتنصب، ما عندنا رئيس يتنصب من الاستعمار، عندنا ملك. أيوه كمل. لا احنا ما يتنصب، نصبنا هنا. احنا اجاوبك على السؤال، ما تخلينا نغلط على بعض. احنا نحترم، احنا مسلمين. دقيقة، ما نبي ألفاظ خارجة. أنت سألت سؤال أجاوبك عليه وبعدين نتكلم. أنت ما عندك هو اطلاع هو أصلا على أن المملكة دولة ملكية وليست جمهورية رئاسية. تفضل. لا عادي، هذا أعرف، وأنا مطلع على أحوال المسلمين لأن مسلمين ونعرف أخواننا. جزاك الله خير. خليني أكمل، خليني أكمل أجاوب على سؤال. أنتم ما يمكن ما عندكم اطلاع على مؤتمر القمة العربية أصلا، وفي الأخير حتى لا ملككم. عندنا اطلاع، لا عندنا. الحين ايش دخل زيلينسكي؟ جاوب. هل يا أخي من قال لك ما احنا مطلعين؟ احنا جالسين عند المطار ننتظر تبون، هذا حقك. ايوه كمل. وش قال؟ ليه ما يجي؟ عادي انت من ليه ما يجي؟ انا يعني انا الملك قلت زيلينسكي الحين الملك سلمان، الملك سلمان لما خلص القمة العربية صريح يعني واضح يعني اوامر من بوتين؟ لا مو اوامر، ترى شرف. هذه اسمها شرف. زيلينسكي انت ايش دخلك؟ لا شرف في شركة. خلينا نشوف. ايش العقلية ذي؟ لا معلش اتكلم يعني نضحك. اسمع 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 اسمع، زيلينسكي هو عدو بوتين، وبوتين أيوة. لم يأمر لتبون إلى الحضور، وتبون ليس بيده سوى السمع والطاعة. يا أخي البربري عليك أن تعترف. لا أنا أمازيغي، أمازيغي وأفتخر بذلك، لكن بكل شيء. هل تسمية جديدة؟ تسمية جديدة. لا انا بفهم يا اخوان. المغاربه يقولون لا يا اخوان بفهم الطريقه. لا بالله بالله خلوا يعلمنا ايش دخل زيلينسكي. بالله خلينا نشوف الهبت. يلا ايش دخل زيلينسكي؟ لا مو هبت. الجزائر عندها شراكه مع روسيا، هذه منظمات انت طيب منك طيب. حتى السعوديه معها شراكه مع العربيه. اوامر يعني اوامر من بجاوبكم وخليكم تتكلمون انتم في الكرمل. تجاوب ولا تتكلمون ولا خليكم كلكم نقطع على بعض. طيب اسمع، هل شيء اسمه أدب لا يحضر مع الشريك؟ إذا كان شريك، إذا كان شريكك لم يحضر، أنت شيء طبيعي لم تحضر. إذا الشريك الأكبر فرض عليك الأمر وأنت تخضع لهذا الأمر. يعني كيف تريد؟ اسمع اسمع اسمع، تفضل. تقول إنه السبب عدم الحضور لأنه في تعاون ما بين الروس والجزائر، صح؟ صح. طيب السعودية كان في شراكة مع روسيا ومع بوتين تحديدا. أيوة. وفي قمة العشرين في دقيقة أصبر لا تقاطعني. في قمة العشرين أيوة. السعودية أيوة. وقفت في الانتاج النفط وساعدت الروس. هل معناته إذا كان عندي شريك إنه يتحكم فيني على كيفه؟ كمثال أسكت أقاطعني أصبر. الحين وطني مثلا، انا وطني دخلت معه في شراكه مثلا في محل حلو، ورحت انا ابي احضر مناسبه عند عبد الله، هل وطني له حق ان يتحكم فيني وانا شريك معه؟ اليس من المنطق اني رجل منفصل ولي شعبيتي ولي سياستي الخاصه انه ما يمنعني؟ حتى لو كان وطني على خلاف مع واحد ثاني انا وش دخلني؟ مشكلة بوتين أرسل تأييد. لا وفني لا دقيقة أتكلم الحين، أبي نجاوب. أقدر أتكلم الحين، خليتك أنا يخلص. أرحب يا راح. يلا أنت راح الله يسعدك. أيوة أسلم. نعم هنا السيادة تأتي دور. أنا بتكلم تقطعون. أنا عملت ميوت وخليتك تخلص للآخر. جاوبني بدون ما تتهرب عشان ما نقاطعك. لا ما أنا ما أتهرب. في شيء اسمه المعاملة بالمثل. لما عقدت القمة العربية في الجزائر أيضا الملك. لا 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 جوابك أنت تقول. لا ما جاوبت، ما خليتني أكمل. ليش تفهم؟ لا ما تفهم، أتكلم ما تفهم. مو على كيفك، مو على كيفك سعيدان. دقيقة هي مو على كيفك. أكمل أكمل. اسمعني خلاص. لا ما اسمع، انا سمعتك وحطيت ميوت، حطيت ميوت وخليتك تخلص كلامك. دقيقة خليتكم تخلصوا كلامكم الكل. اسمع
دقيقة وطني تكفى دقيقة شوي يا حبيبي، انت تقول معامل بالمثل. خليك تكمل، خليني الحين اكمل وبعدين والله ما سمعت. نزل ولا سكت؟ دقيقة والله ما سمعتك. نزل. انتم ما تبغون، انتم بعد وطفات، هذه عقليتكم وما راح نتقدم. خلاص اقلع اخي. سألناك سؤال، جاوب عليه. لماذا طير اللقلق لم يخرج من القفص؟ بس هذه السؤال جاوب عليه. تقعد تلف وتدور ليش؟ نبي واحد ثاني. هو انا ما ادري ليش ما جاوب من البدايه. وش دخل الشركه والتعاون؟ يعني ليش التناقض؟ الشيء الثاني يعني انا مع احترامي جاب للدول. طاري اصبر لا قطعك يا سيف. جاب طاري اول شيء زينسكي، بعدين جاب الند بالند وحركات الطباين هذه. تناقض. شوف التناقض. نبي الجزائر يعني حكيم فاهم يتكلم بعقلانيه لا يتناقض. يعني حركه ايوه. بالنسبه للمعامله بالمثل انا ما اشوفك ند لي عشان تعاملني بالمثل، مع احترامي. حركات اطفال. انت ما تجيني انا ما اجي لك. ها ايوه مع احترامي لك يا اخواني الشهداء، ما اشوفك ند لي عشان تتعامل معي بالمثل، مع احترامي لك. طبعا السعوديه مظلله بخيرها على كثير دول عربيه، بينما انت ما كنت صاحب قرار في كثير من الامور، فلا تعاملني بالمثل لان ما انت بكفو انك تعاملني بالمثل. انا بقول لك ايوه نعم. الجزائر حصلت الفارق بالدعم السعودي. انا بقول لك الفرق. شوف اذا خرج الامير محمد بن سلمان بتصريح، ولا شوف القنوات كم تضخ عليه التصوير اللي عليه والضخ الاعلامي، وهذا طاير اللقلق. ما حد يصورونه بجوالات مدري. ايوه المشكله انهم يقولون انه ليش يجي الاوكران. طيب هذا بوتين ارسل له مندوب ينوب عنه. لو كان بوتين زعلان كان ما ارسل له مندوب ينوب عنه في المحادثات اللي كانت مع الاوكرانيين. بوتين مو زعلان اصلا، بالعكس لا العربيه غير متعاونين مع سيف. يعني يا سيف شلون حمل بوتين يا سيف؟ يعني هذا قضاء. يعني الجواب اللي جاوبه قبي، يعني جواب غبي صراحه. انت عارفين ان الجزائر تصنع S-400 البوتين ما يقدر تخلى عنها، خصوصا في الدعم في الحرب الاوكرانيه. الشيء الثاني اللي بوصله الى ان السعوديه تسعى الى السلام في المنطقه في الشرق الاوسط، فلازم انك تتعاون مع دول ثانيه. يعني انا اتمنى انه شوي يكون عندهم عقلانيه ويفهمون الى انه السلم والتطوير والانفتاح على الدول الثانيه واجب. احنا ما احنا باطفال. انا حر يا أخي. الدنيا فيها سياسة وفيها تعامل بهدوء. السعودية تسعى لتوحيد الدول العربية، في دول عربية قاعدة تصيح علينا. كان هذا هو الفيديو أخوتي الأعزاء ديال اليوم. شكرا لكم بزاف، سمحونا لكم طولنا لكم. كنتمنى باش تكونوا ضحكتوا فوشي شوية مع السعوديين صراحة اللي كيعجبوني في هذه الكراغلة كيطلعوا عليهم من المزيان. أخوتي الأعزاء ما غنطولش عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقة أخرى إن شاء الله. الناس اللي مازال ما اشتركتش معنا مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء، اشتركوا وفعلوا جرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناة المتواضعة.